التلفزيون العربي. من دير البلح معنا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، مرحبا بك. آخر الاستهدافات والتي طالت وسط القطاع، تحديدا نتحدث عن مخيم البريج وغيرها من الاستهدافات التي طالت أكثر من منطقة في القطاع. أهلا هنادي، نتحدث عن بعض من الساعات للهدوء الحذر المستمر على قطاع غزة. هذا الهدوء لا يعكس انخفاض وتيرة القصف الإسرائيلي، لكن قبل ساعات نتحدث عن غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت منزلا في مخيم البريج. 5 من الشهداء من عائلة واحدة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، مع مستشفى العودة أيضا الذي استقبل شهيدة وعدد من الجرحى بحالات متفاوتة. وهذا الاستهداف هو ضمن سلسلة غارات استهدفت مناطق وسط القطاع وجنوبه وأيضا مدينة غزة وشمالها بساعات النهار. لكن على الأقل الهدوء الحذر بدأ منذ 3 ساعات مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية. شهدنا عدة مجازر خلال ساعات نهار أمس، استهدافات لمجموعات من المواطنين في مدينة غزة، واستهداف منزل بالإضافة لاستهداف مدرسة تتبع للأونروا، مدرسة إيواء نازحين. وعلى ما يبدو أنها سياسة إسرائيلية جديدة لاستهداف مراكز الإيواء التي تجاوز عدد المستهدف منها 200. أصبحنا نسمع هذا الخبر ونتابعه يوميا، ونتحدث عن مجازر داخل مراكز الإيواء التي بات الناس يعني يعرفون أن كل المراكز مستهدفة، لكن لا تشهد هذه المراكز نزوحا كما في السابق مع كل استهداف، لأن الناس هنادي باتوا أمام انعدام للخيارات ويفضلون الجلوس والبقاء في أماكنهم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي أو حتى العمليات العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي أصبح يستهدف المناطق الآمنة كما يدعي أو حتى كما يقول أن هذه المنطقة آمنة، ثم ينفذ تجاهها عملية عسكرية. وشهد الناس هذا جيدا منذ بداية العدوان وحتى الأسابيع الأخيرة، حينما استهدف المناطق الغربية لمدينة خان يونس، مناطق المواصي، ونفذ المجازر، أبرزها مجزرة النص التي راح ضحيتها أكثر من 90 فلسطينية، نصفهم من النساء والأطفال. شكرا لك مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة من دير البلح. التلفزيون العربي.